مثلا عصر الف مبروك على الانجاز اولا ثاني افريقيا وفوز كاس العالم كان ده اول مره متعشين عاما حضرتك تقدر تقول ايه بعد الانجاز والله احنا عملنا اللي علينا و استحقها يعني الناس كلها تقول حظ ومش حظ ساعه مستحقها واشتغلنا جامد طول الصيف ربنا كرم. طيب سيد النهارده التكريم يعني شايف ازاي حضور وزير الرياضه النهارده وبعض القوى السياسيه موجوده حضور الدكتور؟ والله حاجه كويسه طبعا انك الاول كره السله من الالعاب اللي هي الشهيره مفيش حد بيهتم بيها بس في اهتمام وجلسات الوزير جه وكله تمام يعني. الف مبروك.